أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مداخلتي حول عربية القرآن مركزا على خصائصها وتركيز التركيز على خاصية واحدة وما بقي يطلب من المداخلة. سأل معاوية صحارنا العبد فقال: ما هذه البلاغة التي فيكم؟ فقال صحار: شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا. فقال له معاوية: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال: وما الإيجاز؟ قال: أن تجيب فلا تبطئ، وأن تقول فلا تخطئ، فإن أخطأ ألحن، وإذا ألحن جانب الإعراب، والعربية هي الإعراب، فمن أعرب أفصح وبلغ منتهى البلاغة. وعليه فإن الكلام نوعان: كلام مصدره مطلق الكمال فهو كلام الرحمن، هذا الكلام من معين الفصاحة انتقى ومن عين البلاغة استقى، فهو إلى سدرة المنتهى الإعجاز ارتقى. والنوع الثاني: كلام مصدره كمال النقصان فهو كلام الإنسان، فهذا مهما انتقى فما أوجز، ومهما ارتقى فما أعجز. والفرق بين الكلامين هو فرق بين الخالق والمخلوق. وعليه فإن عربية القرآن هي كما قال علماء الإعجاز: هي ذاك الكلام البليغ المعجز الذي تمت وكملت المطابقة فيه بين مقامين، بين مقام المقال ومقتضى مقام الحال، وهو الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى حينما قيد البيان في نبيه وجعل العربية لسان كلامه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فلما خص اللسان بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه، فمن ادعى أن لغة في الوجود هي أفضل من العربية فقد كذب وكذب، كذب لسان حال التاريخ والحضارة، وكذب بما دل عليه نص القرآن بتفسير الصحابي رضي الله تعالى عنه. ولهذا القرآن نفخ في هذه اللغة من بديع إعجازه فعصمها، فهي معصومة من عصمته، وكذلك من لباس جماله سربلها فخلدها، وخلودها من خلوده، وكذلك من نفائس جلاله جاد ففضلها، فخلص هذه أو هذا كله أن اصطفاها، فمن حدود الزمان وقيود المكان أخرجها، وإلى آفاق أو سعة الآفاق أدخلها، وكذلك من الاحتضار والفناء أخرجها فأحياها وأدخلها إلى الخلود والبقاء. فأضحى ماذا؟ أضحى البيان من هذه اللغة هو لبها، لب العربية ما فيها من عظيم البيان. وعظيم البيان في هذه العربية دليله القلم، ولهذا أقسم به رب العزة فقال: نون والقلم وما يسطرون. قال الشاعر: إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى
قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. أيها الحضور الكريم، أعظم المخلوقات تشريفا الإنسان، وخلق الله له بيديه في معرض معاتبة إبليس يدل على ذلك. فالله عاتب إبليس على عدم السجود لآدم فقال: لما خلقت بيدي. فذكر اليدين هنا، واختلف فيها مذاهب العقائد وما نحن عليه على حقيقتها دون تأويلها أو تعطيلها أو تمثيلها، كما قال البيهقي وقال ابن القيم، هو موضع يدل على بيان شرف آدم على إبليس، فذكرت اليدان هنا لبيان الشرف وليس للقدرة، وإلا استوى إبليس وآدم في ماذا؟ في أن الله كان قادرا على خلقهما. وعليه فإن الإنسان مشرف بخلق الله له، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأفضل ما في الخلقة تشريفا أن كرم بالعقل، فقال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واللسان هو منطق العقل ومآل اللسان البيان، ولهذا قيل: اجمع قلبك واضرب بلسانك فإنما هو عقلك تظهره. العقل يظهر باللسان، وكلما حل البيان بكماله في اللسان أظهر البيان باللسان بنات الأفكار وساق بها إلى خضور الحياة. وعليه فهناك تلازم بين رجاحة العقل وكمال البيان، كلما تم البيان وكمل دل الكمال في البيان على رجاحة العقل. وما اتسع العقل مما فيه وقصر اللسان عن بيانه فهذا عرج وهذا خطيئة في اللسان، أن لم يجعل من لسانه ما يقوم به العقل فيسوق ما فيه من الرجاحة. ولهذا وظائف الإنسان من العبادة والخلافة والعمارة كلها مبنية على ذلك، مبنية على كمال الإنسان في خلقته، ومبنية على عقله، والعقل مناط التكليف، ولا تكليف إلا بمقدور، وإذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، كما قال علماؤنا جزاهم الله تعالى خيرا. ولهذا كان الإنسان هو الأوحد في بناء العمارة وأداء العبادة والقيام بالخلافة. لماذا؟ لأنه اكتمل في خلقته وفي عقله وفي قلبه وفي لسانه، فتأهل لأن يكون صاحب الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها الحضور الكريم، مسألة العربية القرآن، أعظم ما أعطاه القرآن لهذه العربية أن جعلها معجزة، فهي معجزة من إعجازه، فهي معجزة من إعجازه، أعطاها من نظيم وبديع إعجازه. وسبحان الله، حينما تقرأ ما وقع للسامعين عند سماع هذه العربية الراقية يحصل العجب. أبو عبيدة معمر المثنى، وهو من اللغويين المشهورين، سمع أعرابيا يقرأ قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد ذاك الأعرابي. فقيل له: لما سجدت؟ قال: سجدت لبلاغته، سجدت لبلاغته. وآخر سمع قول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح هذا الأعرابي وغضب وقال: من ذا الذي أغضب الجبار حتى أقسم؟ من ذا الذي أغضب الجبار حتى أقسم؟ وأخذ يكررها حتى سكن أو سكن. إنها البلاغة الراقية
التي لا يدرك بيانها إلا من أوتي البيان، إلا من أوتي البيان. ولهذا السامعون للقرآن يوم نزوله كانوا أحد رجلين، أحد علم ما فيه من البلاغة ومنتهى الإعجاز فعجز على أن يأتي مثله فأثر فيه، سبق فيه القدر يوم أن خلق الله القلم أنه ليس من أهل الإيمان فلم يوفق فحصل منه الجحود والإنكار. هذا جحوده وكفره لا يدل على سقوط البلاغة فيما سمع، لا، بل بالعكس. ألم يرجع الوليد المغيرة على غير الوجه الذي ذهب به يوم أن أرسلته قريش ليسمع من رسول الله؟ هذه ملامح يدل عليها أو يقرئها الجسد للمخاطب قبل أن يسمع سماع المتكلم منه. وإلى جبل المطعم ماذا قال؟ كاد قلبي أن يطير وقد سمع سورة الطور، والطور وما أدراك ما الطور، ففيها حرف الطاء الذي هو مطبق ومستعلي، ففيها علو المعاني وقوة المباني، وفيها من إيقاع الحروف ما يهز القلوب. ولهذا اهتز قلبه فكاد أن يطير، وأخذه بيانه إلى أن أدرك معاني ما فيها من العقيدة، ولهذا خضع وخشع وانطال واستسلم فأسلم، وكان إسلامه كما علم. ثلاث دقائق. كذلك أخذ القرآن بالقلوب، ومما يدل على صفة عظيمة في اللغة العربية سأقف عند واحدة منها فقط، وهي صفة الكمال والخلود. نستشف هذا من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظين. والله هذه الآية لما وقفت عندها وما قاله المفسرون جزاهم الله تعالى خيرا وجدت عجبا. من عجيب ما وجدته مختصرا، أول ما دلت عليه الآية فيها دلالة على كمال المتكلم، وكمال المتكلم هنا مآله كمال الكلام، وكمال الكلام يؤول إلى كمال اللسان. ولهذا لا يوجد في الوجود لسان حصل له الكمال كما حصل لعربية القرآن. ولهذا يفهم قول ابن عباس رضي الله عنه قال: لما خص البيان أو لسان على البيان دل على أن سائر اللغات قاصرة وهي دونه. هذا الكمال في البيان يؤول إلى الخلود. لماذا؟ لأن المتكلم مع كماله فيه له معنى البقاء، فبقاء القرآن صفة له، والكلام بلسان عربي مبين، فهو خالد بخلود الكلام، وخلود الكلام لخلود المتكلم سبحانه وتعالى. الأمر الآخر وهو كذلك ما يدل على الرفعة في هذا اللسان هو القرائن المحتفة. فلما ذكر الإنزال وذكر الحفظ وما بينهما، ماذا؟ بينهم جملتان معطوفتان، دل على أن الإنزال يدل على العلو، لأن الإنزال يدل على النسبة، والنسبة فوقية، والفوقية هنا فيها معنى العلو. فالعلو للمنزل وعلو المنزل يؤول بهما إلى ماذا؟ أن اللسان له من ذاك العلو. وكذلك الحفظ، فإذا وقع الحفظ منه سبحانه وتعالى فلا يزول اللسان، وإذا وقع الحفظ على كلامه فلا يزول الكلام، وما دام اللسان وعاء لهذا الكلام فلا يزول هذا اللسان. فحفظ اللسان وبيانه وكماله وخلوده هو من خلود الكلام، وخلود الكلام صفة للمتكلم سبحانه وتعالى. وفيك وجزاك الله تعالى خير. أمسك عند هذا الحد إن شاء الله، وبقي في المداخلة إن شاء الله.